والأطفال أكثر عرضة للإصابة بمرض الإنفلونزا الموسمية بعد المسنين، ورغم حملات التلقيح التي تقوم بها وزارة الصحة فإنها تبقى غير كافية في ظل انعدام ثقافة النظافة. تفاصيل مع إيمان طبيب. أول درس يتلقاه التلاميذ في مرحلة التحضير أو الابتدائي قواعد النظافة الشخصية، خاصة فيما تعلق بغسل اليدين، باعتباره السلوك الذي يحد بشكل كبير من انتقال الأمراض المعدية. لكن ونحن على مشارف نهاية 2018، ما زال هناك أطفال يجهلون هذا السلوك. شحال تغسلي يديك نغسلهم 3 مرات. أغسل يدي 3 مرات. شحال من مرة تغسلي يديك في النهار؟ كم نهار؟ كم نهار تغسلي يديك؟ ديري الفاكسان ما تخافيش. ما نديرش الفاكسان. وزارة الصحة تعمل كل سنة على تحسيس الجزائريين بضرورة الوقاية من الإنفلونزا الموسمية، خاصة مع كثرة الأمراض المعدية والفيروسات الفتاكة، إلا أن الأولياء يحملون مسؤولية تقصيرهم في تعليم أبنائهم أداب الوقاية من إنفلونزا. يعني الزكام معروف بأنه مرض يعني عادي، ولكن عنده انعكاسات كبيرة فيما يخص الصحة العمومية، بحيث في العالم فيه 3 حتى 5 ملايين حالة معقدة من الزكام، وتقريبا 650,000 وفاة سنويا عبر العالم. وفي الجزائر العام اللي فات كان عندنا 250 حالة خطيرة، منها 26 وفاة. ومن 26 وفاة تقريبا 45% من الحالات عندهم مرض مزمن، و 12% هم نساء حوامل. ولهذا اليوم التحسيسي هذا اللي درناه اليوم مع الشريك تاعنا هو لتحسيس المواطن بأهمية هذا التلقيح فيما يخص الوقاية من الزكام الى لا غريب سيزونيال. 2.5 مليون لقاح هو ما وضعته وزارة الصحة كسلاح للتصدي لفيروس الإنفلونزا الموسمية، وإنجاح حملة التلقيح لتفادي سيناريو الموسم الماضي الذي سجل 26 حالة وفاة.